أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم توزيع القرآن المترجم الذي يوزع في أنحاء العالم لغير المسلمين؟ إذا كانت الترجمة صادرة عن جهة علمية، عن جهة علمية موثوقة، لا بأس بذلك. أما إذا كان ما صدر من جهة علمية وإنما هو من أفراد أو جهة غير علمية فلا يجوز هذا. نعم، لأنه لا يجوز أن يفسر كلام الله إلا بالتفسير الصحيح، ما يفسره بفهمه هو. يعني بعض المترجمين يفسر القرآن بفهمه هو وهو ما يفهم معنى الآية، يقول هن لباس لكم بنطلونات لكم، لأنه يفهم اللباس أنه البنطلون. هذا وجد في بعض تراجمهم، يقول بنطلونات لكم وأنتم لباس لهم بنطلونات لهم، ويقول وكل إنسان ألزمناه طائرة، يقول عصفور، يصير معه عصفور يوم القيامة، لأنه ما يفهم إلا العصفور هو الطير المعروف. فالقرآن لا يفسر بيفهم العوام والجهال، إنما يفسر بتفسيره الصحيح. ولذلك يشترط أن تكون الجهة التي ترجمت القرآن معاني القرآن تكون جهة علمية موثوقة. نعم.